انا نفسي اسالك سؤال. اعمالك لسه ما سالتش. اعمالك التلفزيونيه ما شاء الله كتير ومسلسلاتك وعملتي مجموعه كمان من الافلام، تقدري تقولي لنا ايه الاعمال اللي بتعتزي بيها وتقفي عندها وتقولي فعلا العمل ده انا بحبه سواء تلفزيون او سينما؟ هقول لك انا من بدايتي عملت شيء رائع اسمه دعاء الكروان. دعاء الكروان ده اول طله كده، ده ملوش حل، ده يدرس مش بيا بالمجموعه كلها، بكله. عملت كافلام عملت ايام في الحلال بحبه قوي قوي قوي. عملت بريق عيدانك بحبه قوي قوي قوي. بحب دوري في اشاعه حب بالرغم انه كان صغنن قوي لكن كان عاجبني في سخونه كده بنت لذيذه قوي قوي قوي. عاجبني زي ما قلت لك من شويه في الافلام الجديده مع الجيل الجديد. عاجبني السلم والتعبان، عجبني قوي لانها ام مثقفه وواعيه وفاهمه بنتها كويس، قريها كويس قوي. سهر الليالي، سهر الليالي عجبني قوي قوي. بعمل فيلم دلوقتي وان شاء الله يعجبكم اسمه كلام جرايد، حلو قوي. التلفزيون كان بدايتي إدارة الايام بعد احلام الفتى الطاير بحبه قوي 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 قوي. العائله العائله كنت بحبه جدا جدا. اولاد ادم اللي بيتعرض قريب دلوقتي. شفت مسلسل رائع في كم من نجوم مش ممكن تجمعيهم دلوقتي ابدا. عندي العداله وجوه كثيره، عندي الحاج متولي، عندي لا عندي حاجات كتير. التلفزيون عندك محطات كتير يعني؟ عندي كتير قوي قوي الحمد لله، وانا سعيده. التلفزيون كان اجرا واشجع معايا من السينما. السينما قفلتني لكن التلفزيون الحقيقه اداني ادوار داكي مساحه يعني. كتير قوي قوي انا سعيده باللي عملته. في المسرح ليا مسرحيتين على الاقل هينين جدا جدا. الواد سيد الشغال الزعيم والزعيم. طيب في مانشيت بتقولي فيه ارفض التصابي وتمثيل ادوار لا تناسب سني. يعني ارفض التصابي بشكل في الحياه، يعني ما احبش ابقى زي ما قلت لك في البدايه ان البس لبس مثلا بتاع صغير عن حب بقى، ولكن عملت دور امراه متصابيه في الحاج متولي. ام سمية الخشاب اللي اللي هتموت تتجوز من اي راجل. كان دور حلو قوي. جميل قوي عملتيه، حلو قوي. كان حلو قوي، كان ست دمها خفيف ومتشوقه للحب. ومبروك جالك قلق، ومبروك جالك قلق برضو اما حبت طاطا. كانت جميله قوي. الادوار على الشاشه بعمل، لكن في الحياه ما بحبش المراه المتصابيه قوي. ممكن تقابلي حد متجوز اربعه؟ شفت كتير متجوزين أربعة. تعليقك إيه بيبقى يعني؟ أنا هقول لك حاجة، أنا شفت ناس متجوزة أكتر من واحدة وعادلين جدا. يا سلام. يعني جاء واحد يشتري أرض جنبنا في فايد فقلت له أنت بقى ناوي تعمل إيه؟ قال لي بعمل ثلاث فيلات. قلت له ولادك؟ قال لي لأ أنا عريس على طول. قلت له ما شاء الله يعني إيه؟ قال لي الثلاث ستات. فقلت له انت متجوز ثلاث؟ قال لي عنده 11 ولد وبنت. وقال لي لو عملت الواحده حمام بامبي اعمل للثانيه حمام لبني. هو راجل جميل قوي قوي. بلدي من ابو ناسه وبتاع دول كده. فلقيته عادل جدا. قلت له انت ازاي؟ قال لي بصي اما ناكل سمك يبقى الثلاثه هياكلوا سمك. اما اذبح يبقى هنا في ناس بتبقى عارفه الاصول على ان تعدله، على ان تعدله. اذا مش عارف يعدل بقى ولا انت تعدله بقى خليه بقى ولا انت تعدله ما في ايه فيما يختص بالقلب. ممكن يعدل في كل شيء. في كل شيء، كل النواحي. لغايه ده القلب بقى والقلب. القلب انا ميال اكتر لعليا. مش ذنب سميحه وخديجه. لكن انا ميال دي شويه اكتر منكم. فهي دي. فاذا كان مش هيقدر يعدل قوي ده فبلاش بقى، بلاش خليك مع واحده. طيب يلا مش كده ولا ايه؟ صح.